الحالة التانية، في حالة تانية عند الأستاذ محمد. تمام، عنده أولاد إخوة أشقاء ذكور وإناث، وأولاد إخوة لأب ذكور وإناث. علشان نقول أولاد إخوة أشقاء ذكور وإناث، يبقى لازم أتصور ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، وابن أخ لأب وبنت أخ لأب. تمام؟ لا، ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، وابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة. والإخوة لأب كذلك، ابن أخ لأب وبنت أخ لأب، وابن بي وابن أخت لأب وبنت أخت لأب. من يرث في هؤلاء؟ الذي يرث من هؤلاء هم الذكور من أولاد الأخ الشقيق. الذكور من أولاد الأخ الشقيق، يعني لو عندنا أخ شقيق أو اثنين أو ثلاثة ولهم أولاد ذكور، هم الذين يرثون في هذه التركة. انت اجبته ايوه في ويأخذون ويأخذون كل التركة بالسوية بينهم تعصيبا، ويحجبون. يحجبون مين؟ ويحجبون بقى مين؟ ويحجبون بنات الأخ الشقيق، ويحجبون أولاد الأخوات الشقيقات ذكورا وإناثا. تمام؟ ويحجبوا بس، طب الأول نقول يحجبون الذكور من أولاد الأخ لأب. ليه؟ لأن عصبة أولاد الإخوة الأشقاء أقوى من عصبة أولاد الإخوة لأب الذكور. تمام؟ أما أولاد الأخوات الشقيقات وأولاد الأخوات لأب وبنات الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب، كل هؤلاء من ذوي الأرحام. يبقى إذن عصوبة أولاد الأخ الشقيق تحجب أولاد الأخ لأب، أما باقي من ذكروا في المسألة كلهم من ذوي الأرحام، وهم مؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. أنت أشرت إلى